السلام عليكم، حياكم الله مشاهدينا الكرام في برنامجنا برنامج مكعبات رمضانية. اليوم نحن وإياكم في ليلة من ليالي شهر رمضان المبارك، نستقبله بالتوكل على الله سبحانه وتعالى. نحن في شهر كل أفعالنا فيه مقبولة بأمر الله وفضل وأنفاس محمد وآل محمد، واليوم نتوجه إلى الله في بداية الحلقة ببركة المولود في هذا الشهر، ألا وهو الإمام الحسن عليه السلام، أن يقضي حوائجكم إخوتي أخواتي. مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود إليكم. عدنا وإياكم مشاهدينا الكرام في برنامجنا برنامج مكعبات رمضانية. موضوع هذه الحلقة سيكون عن الصوم في فكر وأحاديث أهل البيت عليهم السلام. رحبوا معي بضيفي هذه الحلقة. السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك حبيبي؟ الحمد لله. مشاهدينا الكرام، طبعا لدينا مجموعة مكعبات وكل مكعب يحتوي على سؤال. علي، المكعب الأول سؤاله: اسمك الثلاثي وعمرك وسكنك؟ علي محمد مهدي اسمي، سكني في كربلاء المقدسة. وبعد شنو؟ عمرك؟ عمري 13 سنة. المكعب الثاني سؤاله: في أي مرحلة دراسية؟ أنا في مرحلة الأول متوسط. المكعب الثالث: طموحك العلمي؟ طموحي العلمي أحب أن أصبح دكتور. وليش تريد تصير دكتور؟ وش راح تسوي؟ أنا مثلا أحب أصير دكتور أو دكتور جراح، كمثلا كل يوم خميس وهاي جراحة، ومثلا أجي لمريض فقير وهاي أنا أسويها مجانا، يعني كل يوم خميس مجانا عادي. المكعب الرابع سؤاله: شنو يعني لك شهر رمضان المبارك؟ شهر رمضان المبارك هو شهر الله الأكبر، وشهر الصيام، وشهر المغفرة، وشهر والله سبحانه وتعالى فضلنا احنا بهذا الشهر نصوم وعبادات، يعني نعبده هواي، بعد هواي يعني قراءة القرآن، ختم القرآن واجب يعني مستحب. مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود إليكم. عدنا إليكم مشاهدينا الكرام في برنامجنا برنامج مكعبات رمضانية. علي، المكعب الخامس يوجه لك سؤال ويقول لك: شلونك ويا صوم العبادات؟ الحمد لله، أنا ويا صوم العبادات مثلا زين، إن الصلاة والصوم وفرض الله علينا سبحانه وتعالى في شهر هذا المبارك، يعني نكثر في الصلاة والصوم وقراءة القرآن والأدعية. المكعب السادس سؤاله: شلون تريد على أعداء الإسلام اللي يقولون الصوم عقوبة وما بي أي فائدة؟ الصوم ما عقوبة، الصوم الله سبحانه وتعالى فرضه علينا، ويصوم فيه فوائد كثيرة، يعني مثلا شلون مثل الكابتن في فريق النادي مثلا يقول لك هيك وصفة الأكلة تتاكلها، مثلا شلون مثل تروح مثل الدكتور وهاي يعطيك مثل فد أكلة ريجيم وهاي تسويها. الله سبحانه وتعالى فرضه علينا، واجب علينا نصوم في شهر رمضان حتى تصير أجسامنا صحيحة. المكعب السابع سؤاله: برأيك شنو فوائد الصوم؟ فائدة للجسم وفائدة للروح. أما المكعب الثامن والأخير يوجه لك السؤال: ويا منو من الأئمة تتمنى تتسحر أو تتفطر؟ ويا الأئمة، أنا مثلا من أمنياتي السحر ويا الإمام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، هو يعني أحب أجلس وياه وأفطر السحر، هو يحب يعني
شكرا جزيلا له. شكرا جزيلا لكم مشاهدينا الكرام. مشاهدينا الكرام فاصل ونعود إليكم. عدنا وياكم مشاهدينا الكرام في برنامجنا، برنامج مكعبات رمضانية. حبينا نهديكم هدية في نهاية الحلقة، ألا وهو حديث من أحاديث أهل البيت عليهم السلام. قال الإمام الباقر عليه السلام: بني الإسلام على 5 أشياء، على الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية. إلى هنا انتهت حلقة من حلقات مكعبات رمضانية. في أمان الله.